ان شاء الله طالع الان من المكان ذا اللي انا كنت فيه البارح. ان شاء الله طالع من هذا المكان اللي كنت فيه البارح نايم هنا في ايست لندن. وهذه الغرفة زي ما انتم شايفين، الاغراض جاهزة، كله جاهز. نرمي هذا في الباسكت، وهذه الشنطة. الشنطة دي احط فيها ملابسي اللي راح البسها بس انام فيها اذا كنت ماني مطول. باقي الاغراض على الدراجة. هذه الغرفة، وهذا لبسي. هذا انا حسين حلواني جالس اصور بالكاميرا هذه. السينة هي اللي اعتمد عليها، اما الجوبرو تصويرها كويس لكن مركب لها زي ما انتم شايفين سماعة التليفون، ودائما ملاحظات ان الصوت ما هو عالي لين القى لها المايك حقها الاصلي ان شاء الله. وهذه مطارتي، لازم كل بعد مسافة تاخذ لك مصة مصتين، لان عشان يبقى جسمك عشان الجفاف يعني. بس وان شاء الله الان احرك طالع من الغرفة. اوكي، قفل الباب. هذه مواقف الفندق اللي جنبنا والسكن. الدباب واقف هناك في المواقف تحت. هذا هو الدباب واقف، المواقف حقتهم يعني يمشي حالك. وبعدين كاتبين عليها انه سيارتك على مسؤوليتك، المحل ماله دخل، مالوش دخل، تنسرق ما تنسرق. طب وليش مسوي لي موقف مكان وقفها في الشارع؟ دحين اوريكم الكتابة. هذه يقول لك ايش، باركينج ات اونرز ريسك، على مسؤولية المالك، يعني مالك المركبة، مالك الحزين، مالك ومال الناس. انا لما حبيتك ما اخذت رأي الناس. طيب خلينا اروح اسلم الكرت و نقول لهم مع السلامة، باي باي. Going where? I'm going all the way to Cape Town. Yes. From Cape Town to Namibia. No. And then Angola, Congo, and then Cameroon, Niger, Nigeria, Burkina Faso. No. Look, on the airplane, you would not see all the beautiful things. If I was on the airplane, I wouldn't meet you. You see? Okay. So this is what traveling on my bike is about. Okay. Okay. Get to know more people, see, cover more land. Okay. And if someone asked me about Africa, about East London, yeah, I know it. Not from the sky, I just saw the light. Yeah. اوكي. ثانك يو. رحت سلمت الكارت حق المفتاح حق الغرفه، ف حقه الريسبشن تقول لي تعال تعال ابغاك، وخرجت من ورا الريسبشن وراحت توري راعيه الفندق مدري مسؤوله، وراحت توريني ايش اسمه ذا اللي تطبخ، تقول لهم هذا من السعوديه. بسم الله توكل على الله من الفندق من هنا. بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أوكي، أوتوماتيك الباب توقف على الحساسات هذه، حطي مربع أو مستطيل أصفر وتطلع بسلام. بسم الله، أبغى أروح أجلس على البحر أو أمر على البحر كذا أصور شوية قبل ما أغادر المدينة هذه.
الشاطئ عندهم حلو مغري، لكن تقريبا المدينة اللي رايحة اللي هي بورث إليزابيث على المحيط برضها، محيط الهاد الهندي، و راح يكون فيها شاطئ استمتع شوية ان شاء الله. في واحد هناك راسل ورسلته من امس عن طريق احد الرحالة المغاربة، عن طريق اخونا ياسين المغربي، فان شاء الله الراجل رحب بي وقال الموج الموجة تجري ورا الموجة عايزة تطلها تضمها وتشتكي حلها من بعد ما طال السفر. شوف الكلام المرتب كيف، صحيح بالعامية بس مرتب. طلعت ماشي على الدايركشن، انا اخذت طريق الشاطئ، الجي بي اس ما قال شيء، معطيني نفس الطريق. اين شط لياليك النديات الحسان، اين غابت اين وراها عن العين الزمان ترم. طبعا جو يطربك، جو حلو بارد، درجة الحرارة 19، والبحر يعني بحر فيه أسرار، البحر في أحشائه الدر كامن ما يعرفه غير الغواصين. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألت الغواصة مدري عن صدفاته؟ أهلا بالكتاكيت، هلو، هاو ار يو؟ On wheels? Of course on wheels. Of course, yeah. What's your name? Giuliano? Your name is Giuliano? Bye-bye, Giuliano. Bye-bye, all. Look at that beautiful young girl. أحليلهم. جوليانو. في بوليس ورايا، وهنا في بوليس، الظاهر في مشكلة حادث، الله أعلم. ما هو زي اللي معاه سيارة، أظن في حادث، أظن شوف في إسعاف هناك ولا في مشكلة، ولا لأني هنا من يوم ما مشيت ما قد شفت تفتيش في الطرق في جنوب أفريقيا. أظن في تفتيش أو في شيء على أظن زي الجوازات يعني. تفتيش هذا، أول تفتيش أشوفه هنا في جنوب أفريقيا. دخلت المدينة دي عشان أعبي بنزين، بس ممنوع تدخل على المحطة على طول. هلو، ممنوع تدخل على المحطة، لازم تدخل جوا وتلف كده وتسوي لك لكاعة شوية، لأن إيش؟ شوف هناك قدامك الخط السريع كنت عليه ماشي، فما تدخل على المحطة. الطبيعة تتحدث، سهول خضراء وجبال وهضاب، الأجواء جميلة، ودرجة الحرارة 20، الساعة 1 الظهر، 2 بتوقيت السعودية. شوف كيف الجبال، والجو غائم جزئيا، الجو بارد، ومتعة حقيقة.
الأجواء جميلة. السماء هناك ملبدة بالغيوم، شايف هناك فوق، فإن شاء الله ما تمطر مطر مع هذا البرد، ما هو حلو. البدلة اللي لابسها بدلة الرالي اللي هي تحت فيها جاكيت، البطانة حقتها بجلد، يعني الموية ما توصل للجسم. وأيضا عندي برضو لبس زي الترينج الرياضي كذا، هذا برضو للمطر. شفت لي اثنين ماشيين على رجولهم، أبغى أرجع لهم، ما أدري هم مسافرين على رجولهم ولا إيش سلفتهم، عندي فضول. شكلهم كأنهم مسافرين على الأقدام، فأبغى أشوفهم، أشوف إيش وضعهم. يعطوني حماس شوية إذا كان مسافرين على الأرجل وأنا بالدباب، يعني معنويات هذه صراحة مرتفعة جدا. هلو، Hello, my friend. Are you traveling on foot? Are you traveling? I don't think so. Oh, I thought. Ah, so you live here, huh? We're going to be living here. Yeah. Oh. We're just sorting out our fence lines. Yeah. Yeah, I thought maybe I was, you know, anxious to know if you're traveling on foot or what. Because you see, I started my journey from Egypt. So on the way, I have seen a lot of people traveling on bicycles, yeah, all kinds of things. We had a French couple, a girl and a guy. She was a French champion on long distance cycling. They rode from Nordkap in Norway. Yeah. To south, yeah. But yeah, the road is fine, yeah, but it's shit down there for bicycles. Yeah. Because there's no shoulder. It's fine on a motorbike, you're there. Yeah, I also have a Moroccan guy. He's traveling on a bicycle. He started from Casablanca, Egypt, all the way. Now he's in Egypt. Back. Yeah. هذه المدينة بورت إليزابيث، هذا بداية المدينة تقريبا. وشوف الشاطئ على يسارك هنا، ومصانع على اليمين. ما عندي لوكيشن معين، انا الرجال هذا ما ارسل لي اللوكيشن، يبغالي اوقف لاني او يمكن ارسله ما اخذت بالي منه. وقفت على جنب، ارسل لي اللوكيشن، جزاه الله خير، سريع. والآن كويس الحمد لله، رايح تقريبا في نفس الاتجاه، بيني وبينه 3 كيلو شوية، 3 كيلو وثلث، 3.3 كيلو. تقريبا أطلع مع المخرج حسون، مع المخرج. ما أدري هذا اللوكيشن أخذني مرة ثانية على الخط السريع، ولا مو هو نفس الخط، ولا إيه. يلا همشي ورا اللوكيشن. يمكن هذا خط سريع ثاني. من هناك. أوكي، يلا
ارسل لي اللوكيشن صحن، ارسل لي على العمل حقه وقال لي انا اطلع الان واروح معاك للبيت. قلت له لا يا اخي انا يعني اقدر اروح فندق وبعدين نتقابل وكذا. قال لي لا 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 ما يصير. وسبحان الله امه في الحج الان، امه واهله في الحج، يقول عندكم هناك في المدينة وكذا. ف خليني، يقول لي تعال وقف هناك احسن عشان السيارات جنب المكتب على اساس ياخذ اغراضه يوديني البيت. اسمه مختار، دوبي عرفت اسمه. طيب يا مختار كيف تبغاني ارجع لك هناك جهة البيت، جهة المكتب وهذا الكم الهائل من السيارات؟ خليني بس يفضى الطريق. هيا يا عم يا عمتي، حرمة اللي تسوق. طيب تعال هنا حسون، هذا المكتب حقه او اللي بيشتغل فيه، بس هو يقول ماي اوفيس، ما ادري هل يقصد انه محل عمله ولا مكتبه يعني. انتظروا هنا لحد ما يخلص، وهذا هو سيارته. يقول لي خلينا ناخذ السيارة ونروح البيت وبعد كذا نروح نشوف حاجة ناكلها، ما ابغى اكلف على الرجال. هذا هو سيارته ذي، ما ابغى اكلف عليه. اوكي اوكي راح امشي وراه. مختار يا مختار، شوف يقطع الإشارة زي السلام عليكم، كويس اللي ما صدمه هذا. كان ودي اوصل هنا اصلي معاه الجمعة، صار لي كم جمعة الان سبحان الله على الطريق مسافر. هذا بيتهم ما شاء الله، وصلنا البيت، بس شوف فين نوقف. السلام عليكم. Is it safe there? Is it safe here at night? Okay. Oh, but when going back, it will be difficult. I should park there. But now, if I want to go back, I cannot.
السلام عليكم. السلام عليكم. Sorry guys. مختار مع اخوي مختار استقبلني قبل ساعة تقريبا والان رايحين داخل المدينة. شوف لنا حاجة ناكلها كذا وجزا الله خير، يعني طلع من العمل وجاني على اساس كنا نبغى نصلي الجمعة مع بعض. This is going to be on my YouTube channel. هذا اخونا مختار الله يستر عليه، رجل جنوب افريقي، هو عن طريق احد الشباب اتعرفت عليه زي ما هو واضح معاكم في الفيديوهات في الفلوج. جزا الله خير. هذا البيتش هنا في بورت اليزابيث. What do you call this place? Summer Strand. Summer? Summer Strand. Summer Strand. Yeah. Okay. هذه أرجاء المدينة. يا سلام، شوف كيف هذا الحي اللي ساكن فيه مختار كله معظمه مسلمين، أغلبهم مسلمين، جيران وهنا وهنا من جنسيات مختلفة، مصريين على هنود على جنوب أفريقيين. والمسجد رايحين المسجد إحنا الآن. Is that the mosque? No, the mosque. We'll see it now when we get around. رايحين المسجد نصلي المغرب إن شاء الله. هذه البيوت هنا. الجو بارد طبعا زي ما انتم شايفين، بس هو متعود كده شكله. You are used to this cold weather, huh? Yeah. Yeah. جزا الله خير عبد المختار، دخل لي الدباب هنا في بيته. هذا بيته ما شاء الله زي الحوش هنا، هذا الباب هنا، هذولي هذا بنيته وعياله ما شاء الله. ها جزا الله خير مختار، عليكم السلام ورحمة الله. هذا بيته، بيت مختار. الله أنا أوقف البايك هنا. وهذا الحوش عنده، هذا الباب هنا البوابة، فما قصر جزاه الله.